بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أن أخونا رضا هدايا بعث لي يستشيرني على محرك هدايا نقدر إن يعني نبدلها شميزات أو بستونات قميص أو بسم يعني، وبعث لي الصور نتاعه هو. أخي رضا، كيفاش تحب تعمل شميز ولا تعمل أفرهول يعني أو ريفيزيون لهذا او عمر للمحرك هذا وهو كله محروق وكله عامل قماش، يعني عامل قماش من داخل اشوف فيها حارق ما بين الشميز والبين الشميز، حارقين اشوفه محروقين، هذول محروقين، هذا محروق، يعني المكان الاماكن هذه محروق كلها، معناتها الموتور هذا ساخن ساخن سخنه يعني غير عاديه على الاخر، ونشوف كيف مليان مليان بالتراب وبالطبعه وبالصخ يعني هذا كله خطر من الماء، مش قاعد يدور يعني مليح. لما شفته هناك ايش معبي بالاوساخ، معبي بالاوساخ، معبي بالاوساخ، يعني الا الجهه هذه شويه هيك ما فيهاش حرق، باقي كله محروق، كله محروق من كل جهه. يعني كيفاش تحب يعني تغير يعني تعمل لهذا ريفيزيون ولا افرهول ولا شميز بيسون؟ هو 1.5 دي سي، هذا 1.5 دي سي، ما تنجحش الخدمه نتاعو. هو لازم يكون الموتور نظيف 100% ومش محفر ومش عامل قماش، وان شاء الله ربي ينجح. يعني يا بال هذا يعني تعب على الاخر، يعني ما فيش حتى شيء يكون يصلح. هذا اخويا رضا هذا ما ننصحكش انا باش تخدمه، هذا ارميه كومبليتمون. واذا كنت مصمم باش تخدم ريفيزيون او افرهول او ربسطاطه يقول فهمتني، غير شوف بلوك انظف من هذا. وطبعا انت ما وريتنيش الكلاس، ما وريتنيش واش السلندر تستاتا، يمكن انا الكلاس اكثر من هذا، لان شفته هناك ايش محروق، من هنا محروق، من هنا محروق، من هنا محروق، كله محروق، هذا كله محروق، المكان هذا شوي مش محروق، المكان هذا شوي مش محروق، الاماكن هذه بركه مش محروق، شويه هذه من هنا، هنا هو محروق شفتوه، هنا حارق، هنا حارق، هنا كله حارق، هنا حارق، بريلي كله بريلي، من هنا كله بريلي، كله بريلي، هنا تو بريلي، تو بريلي، هنا كله محروق. ولهذا الموتور هذا ما تنجحش فيه الريفيزيون، ما تنجحش فيه، يعني بوسيبل باش تعمل معاه ريفيزيون هذا وينجح؟ لا ما ينجحش. اذا كان كنت مصمم باش تعمل ريفيزيون وننصحك وانت تعمل ريفيزيون شي موتور شي محرك، لان الموتور لان المحركات هذه ما تنجحش، لان قطع غيار اصليه من الدار ما تلقاش، تلقى في الدار يا اما سيجمونات يا اما يعني شامبر والا بيستون، ما تلقاش بلوك. اذا كان تلقى انت بلوك وربع بيستونات وكلاس نظيف وتيربو نظيف، طبعا هي العمليه شنو هي المشكل؟ وين هو احنا المشكله؟ هو اختي يتعب المحرك هذايا، راو كل الاجزاء اللي فيه اللي كانت عايشه معاه كلها تتعب، راي كلها تتعب، من انجكتيرات، من هيك على الحساسات، من كله اللي هو الكرنك، من الكوسيني، من القشور، من الفيلبوكا يعني من التيربو، من السيبابات، من البسوارات، يعني الفلافل، يعني كل الاجزاء تتعب في المحرك لان عايشه مع بعضها في نفس الوقت، عايشه في نفس المكان. انت اليوم تركب اربع بساتم وتعمل ريفيزيون او تعمل عمره كامله، تكمل تسكر الموتور انت تخدمه والتربو تلقاه مش باي او يمشي شهر وعاود يطرشك، عاود يفسد. هنا زاد كيف كيف باش تعمل عمره لازم تغير مضخه الزيت، ولازم تكون هذا كله مغسول نظيف. فما ناس يقول لك انا نمسح البلوك، رد بالك تمسح البلوك، البلوك ما تمسحش. في السيارات الحديثه هذه في الدي سي والاتش دي والدنيا كل، لا تمسح بلوك ولا تمسح كلاس، الزوز ما تمسحوش، الاثنين ما تمسحوش. هذوما المحركات هذوما في الاصل ما ينجحوش بكل، لا الدي سي ولا الاتش دي ولا حتى شيء منهم، حتى واحد ما ينجح، يعني بالقليل نادر اللي هو باش يخدم سيارته بنفسه، وكان خسر هو نفسه وكان ربح هو نفسه، اما باش يهزها الميكانيكي ويخدمها له يعني حرام، لان باش يخسر اليد العامل، باش يخسر القطع غيار وبعد يرميه. شوفوا الاوساخ اللي موجوده في فصل المحرك، شوفوا الشميز كيش محروق، شوف البيستون كيش محروق، شفتوه هذه.
وهذا يقول لك انا نعمل له امر ولا نعمل له ريفيجن، كيفاش باش ينجح الريفيجن هذا في محرك كما هذا؟ شوفوا الاوساخ، شوفوا الاوساخ اللي موجوده، كان فوست بير كان او حاجه يعني. هذه خاطر نصبه في الماء العادي، والماء العادي شوف ايش عملنا، الكالكاري عملنا، هذه الاوساخ عملنا، الرواسب هذه في المحرك هذه من داخل، وما عادش يبرد. علاش هو يعمل قماش؟ هو تعرفوش علاش يعمل قماش؟ لان القشره هذه ما عادش تخلي الشميز يبرد دور الداير، وقت الشميز ما يبردش طبعا الشمبر اللي هو السيغمون يسخن، وقت السيغمون يسخن يتحرق يولي يجرح الشميز، يعني يجرح الشميز يعني ما. ولهذا يعني المحرك لو في المشي يعتمد على التبريد. اذا كان هو شكله من داخل البلوك كما هذا مثلا، يعني كيفاش تحبوا ينجح هذا؟ حتى ولو باش تعمل عليه عمر انت جديده او ريفيزيون جديد، لان باش تعمل عليه عمر او ريفيزيون جديد معناتها انت هذا لازمك تنظفه من داخل، ترده كله يلمع مرايه، ما تقدرش حتى ولو تعبيه بكل المواد. لكن هو الحديد نتاعه سخن ما عادش فيه، يعني الفونت هذا الشميز هذا سخن، حتى ولو تبدل شميز وتبدل قميص شيء ما عادش ينفع فيه حتى شيء، هذا ما عاد ينفع فيه شيء. من الاحسن خويا بدله يعني، وما تخدمش ريفيزيون لانهم راهم ما ينجحوش. نصيحه لله الكل، للناس الكل رغم السيارة هذا ما ينجحوش، ونوصيكم ديما صبوا ماء نظيف، ماء كل جي 13 جي 13 او جي 12 جي 13، حتى كل والا ماء يعني يكون نظيف، يعني على الاقل ماء يعني مخطر. بالنسبه للسيارة القديمه ما يقدرش يشري مثلا، في الجديده لا ما يمشيش معها الماء مخطر، لازم جي 12 ولا جي 13 جي 12 ولا جي 13 من الاحسن. اللي سيارة قديمه ما يقدرش يشري، على الاقل يصب ماء مخطر ماشي، يعني على الاقل يحمي محركه شويه على العادي. اما حاجه كيما هيك ما تنجمش تعمل فيها، تعمل عليها عمر ولا ريفيزيون، لان الموتور كيما هذا مش باش ينجح، لان مش باش يبرد، يمشي بك يعني جمعه شهر شهرين ويعاود يسخن ويعاود ياكل الماء ويعاود تصير لك مشاكل. ولهذا ننصحكم الاخوه كلها اللي يصير له حاجه زي هيك، بالاخص اذا كان عمل قماش، سموه احنا قماش سما يعني خدم، كيفاش ما تخدم يعني كيما الصغير وقت اللي امه ما تفيقش به، وقت اللي تصير سخانه كبيره، تصير حراره كبيره، تطلع درجه الحراره في جسمه حتى ال 40 41 يولي يرعش، يولي يعني بردان، يولي يعني تصير له خلل في عقله ساعات، احيانا تسبب له عها مدى الحياه، اما شلل نصفي او شلل في يد او شلل في مكان معين. كذلك المحرك نفس الشيء، هذا تسمى خدم، تسمى يعني عمل قماش، عمل قماش معناتها سخن اكثر من الزايد. وشنو اللي يخليه يسخن اكثر من الزايد؟ هو السرعه المفرطه. نصيكم اخواني بالنسبه للمحركات هذه اللي هي تجري يعني توا السريعه هذه الحديثه، اذا كان محرك فات ال 100 الف كيلومتر ماذا بيك نقص السرعه، لازم نقص السرعه وتصب له زيت 10 40 هو احسن زيت بالنسبه لتول البلدان نحن العربيه الاكثريه، والماء اللي هو جي 13 او جي 13. المحركات راهم مثل هذا كي يكبروا راهم ما عادش يتحملوا السرعه لانهم هم سريعين جدا. ماذا بكم الانسان اذا كان هو يعني كسب سياره اتش دي ولا دي سي ولا كل السيارات الحديثه كل جمله، ماذا به ال 120 فيه البركه، يعني 120 كم في الساعه فيه البركه، يعني الموتور يعيش معه ما شاء الله. انما هو عمره كبير، ما هو عمره كبير وانت تزيد عليه تنزل عليه او يجاوبك يعطيك يمشي معك، لكن لو يسخن ويعمل قماش كما هذا او يكسر حاجه، لان الجري في الكبر يتعب كما الانسان الكبير. وقت اللي هو كبير مثلا زي حالاتي ولا كذا في 60 في 70، يعني تقول له هز يعني ارفع ثقل اكثر من اللي تقدر عليه يقدر يرفع، انما تصير له حاجه، تصير له عاهه فتقه وتكسيره او كذا. كذلك المحرك نفس الشيء، ننبه عليكم ونحذركم، وان شاء الله ربي يستركم. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.